مبدئيا تصميماتك كتير حلوين. شكرا كتير. الفريق الموجود عندي محترف جدا وبتمنى انك تكوني بيناتهم. شكرا إلك، هالشي بيشرفني. لكن اهلا وسهلا بحضرتك. انا ممنونتك، مو مصدقة حالي. ومثل ما قلت لك قبل، رح يكون في فترة اختبار بالاول. بهالفترة بتتعرفي على الشغل وعلى الفريق اللي عم يشتغل معك، وبدي تحاولوا قد ما فيكم تستفيدوا من خبرات بعضكم. طبعا طبعا، من هالناحية لا تقلق. لكن الف مبروك. يبارك فيك، شكرا. فرينا هلا بالمعرض بباريس، رح يرجعوا الاسبوع الجاي، وقتها بتصل فيكي مشان تجي وتبلشي. طيب، انا رح انطر تليفونك، وبتشكرك كثير لانك اعطيتني هالفرصه الحلوه هي. نحن دائما بابنا مفتوح ومنرحب بالخبرات والمهارات الجديده. شوفك بعد اسبوع. شكرا مره ثانيه. ابتسم. نزل كتافك شوي، كمان نزل شوي، ميل راسك على اليمين شوي، منيح هيك. اوكي جاهز؟ عفوا منك. طيب بس كنت عم استنى تليفون. بابا، الشغل زبط، كتير عجبهم شغلي ورح صير واحدة من الفريق تبع الشركة. شو هالحكي؟ تعرفت على مدير الشركة ورجيته كل التصاميم اللي اشتغلتها الفترة الماضية، لو شفت قديش عجبوه. كتير انبسط مني وقال لي بتبلشي الأسبوع الجاي. منيح اللي زبط هالشغل مشان تضلي عندي. ما عاد بدي سافر. ألف الحمد لله يا ربي. بابا، مو لازم نحتفل بهالمناسبة؟ ايه طبعا بنتي، اكيد رح نحتفل. والليلة اذا بدك. اوكي ماشي، ولا يهمك. تقبريني، كتير انبسطت لك. الف مبروك، ان شاء الله بتكون فاتحة خير عليكي. شكرا بابا، الله يخليك فوق راسي. الله معك. الشغلة اللي بتميز هالكريم انه طبيعي 100%، يعني ما فيه اي مواد كيماوية. شموا الريحة، بكفي انه تدهنوا منه شوي صغيرة ورح تشوفوا الفرق. امي استخدمت من هالكريم وصدقوني لو تشوفوها ما رح تحطوا له عمر اكتر من 30 سنة. تركيبة الكريم بتساعد البشر على ترميم الخلايا وعلى التخلص من التجاعيد اللي بالوش، والكريم كمان هو واقي للبشرة من الاشعة فوق البنفسجية. بعد اذنكم يا صبايا. الو، مرحبا مهند، انا زينب. زينب، اخذت رقمك من علي. ايه، اتصلت مشان اطمن على وضع جميله. كيفها؟ جميله كتير منيحه، ما بقى شي. لا تشغلي بالك بنوب، وهلا هي بتكون بالشغل. منيح. شو كانت المشكله؟ لا كان في مشكلة ولا شيء، يعني يفضل ما نحكي بالقصة. هي ما بدها حدا يتدخل بالموضوع بالأساس، فهمتيني؟ فهمت. بس أنا خبصت شوي، حاولت حل القصة متعقدة، كنت متسرع. أنا كتير اتضايقت مشان جميلة، كنت حابة احكي معها واطمن عليها، بس خفت ازعجها باتصالي. زينب؟ نعم. طلعي وراك.
شايفتك عم تتطلع بالساعة، معناتها أكيد حابب تروح. أنا لازم روح على المطار، عندي سفرة بشغل. خلينا نقوم. طيب طيب يا معلم. شو هالحظ؟ كنت حابة نحتفل اليوم بمناسبة شغلي الجديد اللي استلمته. لا تزعلي، فينا نحتفل بغير يوم. ما قلتي لي كيف طريقك؟ إذا بتحبي بوصلك بطريقي على موقف السيرفيس، وهيك بتشوفي جمال البحر. شو؟ إذا ما رح تتأخر على طيارتك موافقة؟ لا لا، لسه معي شوية وقت. طيب أنا بدفع. أنت هلأ مو بإيطاليا زينب، ماشي؟ بس ما بيصير هيك، أنا بدي أدفع لو سمحت. نحن لسه رح نشوف بعض كتير غير مرة، بس نطلع سوا أنت تدفعي وقتها، تمام؟ قد ايه الحساب؟ الحساب؟ مو كتير. خليني ادفع. ايه هيك بزعل منك. تفضلي. طيب تعال عندي، تعال قرب. شو الحساب؟ معقول شيء كل هذا المبلغ بس لأنه قعدنا وشربنا كاستين شاي؟ ما تركت لك كرامية. شكرا كتير. العفو، صحتين.